أنا أحمد محمد حسن غانم من سكان غزة مخيم البريد مصاب بتاريخ 1/6 عمري 15 سنة أصبت بإيدي وبصدري شفت الناس قاعدين بطبش ودخلت لهم طخوني أسبوع كامل قاعد بغيبوبة بإيدي وبصدري بإيدي وبالرئة وبالكبد وبالحجاب الحاجز ومش حرجع عادي بعد الساعة 3 أنا ما لقيته موجود أخذت حالي ورحت عليه إحنا من البيت للسلك مسافة 1.5 كيلو يعني 1500 متر أيام تبع مسيرة العودة تقريبا 1000 متر بكون المسافة أنا لما وصلت وقعدت أدور عليه لقيته شرق شارع جكر 50 متر فخشيت أساس إني بتداخده وأطلعه ونروح لما صرت على مسافة 4 متر منه سمعت صوت طلق ناري فلقيته هو لف لفتين في الهواء أجوا شباب 2 حملوه جابوه كانت الشيالة تبعت الإسعاف عندي بالضبط فحطوه على الشيالة واخدناه وطلعنا فيه على المستشفى فذاك اليوم كان الوضع هادي جدا كان ببعد عن السياج تقريبا 300 متر أو 350 بعيد عن السياج يعني حتى لو في واحد برجم حجار غاد حجره مش حيجاوب ومش حيصل باستمرار لما أعرف أنه راح السلك أروح أجيبه شوف كل الأطفال ما حدا من أهليهم راضي أنهم يروحوا بس هي بالنهاية كل مسيرات العودة صرخة ألم يعني صرخة ألم من وسط الحصار